رغم أن طفولته في العراق لم تأخذ استحقاقا كافيا من الرعاية لا سيما بعد العام 2003. يحاول المركز الثقافي للطفل في الفلوجة إبراز مواهب الأطفال ورعايتهم من خلال مهرجان للطفولة بنسخته 11. حضرنا لهذا اليوم بصراحة إلى مدينة الفلوجة لإقامة مهرجان الطفولة في دورته 11 الذي يقيم في المركز الثقافي للطفل في بغداد، وارتئينا كإدارة أن نقيمه في مدينة الفلوجة. هذا المهرجان هو مهرجان سنوي تضمن العديد من الفعاليات والنشاطات التي تسهم في أن نكون قريبين من الطفل العراقي. صراحة هنالك اهتمام كبير بالطفولة في مدينة الفلوجة، لكن اليوم هنالك مطالبات من قبل الحكومة المركزية بأن تكون هنالك تشريع للقوانين التي تهتم بالطفولة. صراحة اليوم واقع الحال أو الطموح الذي نطمح إليه بأن تكون هنالك اهتمام كبير للطفولة، يكون هنالك مكانات أو مساحات آمنة. رسمت هند بالألوان. تخلل المهرجان عدد من الفعاليات الفنية والأدبية، أبرزها فعالية الرسم الحر والتي تمكن البراعم الصغار من خلالها رسم لوحات تحاكي واقع الطفولة في العراق، آملين أن يحظى بمستقبل أفضل. ضمن الاحتفال أو المهرجان عدة فقرات، منها المرسم الحر للأطفال يرسم الطفل في مخيلته، ومعرض لمطبوعات الدار وهي مجلتي والمزمار والسلسلة القصصية. فضمن أيضا مهرجاننا مهرجان ربيع الطفولة عدة فعاليات، منها أغاني الأطفال وأناشيد الطفولة. وتؤكد منظمة اليونيسيف المعنية بحقوق الطفل أن آلاف الأطفال في العراق مشردون في الشوارع ويلاقون مصيرا مجهولا دون أي تعليم أو رعاية تذكر، فيما يقترح متخصصون أن تكون هنالك مراكز حكومية تعنى بتأهيلهم ورعايتهم، خصوصا وأن الحروب التي مر بها العراق كانت سببا في حرمانهم من أبسط حقوقهم. من الأنبار أحمد ناجي، قناة الفلوجة.